الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان الله يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. المجلس 93 بعد 300، الباب 16 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخي ظالما أو مظلوما. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 47 بعد 600 أو 6000، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين، يا لل يسموها لم إيه الاستغاثة، المصريين يقولوا يا لهوتي لم الاستغاثة، يعني يستغيث بقى، يسموها لم الاستغاثة، يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، دعوة أهل الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، أصل الجاهلية كانوا إيه، النصرة تتم بالقبيلة والأسرة والعائلة بغض النظر عن الموضوع إيه، يعني أنت عايز تاخد حقك تاخد حقك عن طريق القبيلة، عايز تاخد حق غيرك قبيلتك لك أقوى من القبيلة التانية تاخد لك برضو حق غيرك، فهمت؟ فكانت النصرة تقوم على القبيلة وعلى العزوة بغض النظر عن ايه، عن ان المسألة دي حق او باطل، ده الجاهلية كده، فهمت؟ لكن جاء الاسلام قال لك لا، الحق له قوانين وله اسلوب قضاء، وفي حرام وفي حلال، ما فيش قبيلة وعزوة، ده في حلال وفي حرام، وفي قواعد وفي اصول وفي قانون الهي، فهمت ازاي؟ فما ينفعش ان انا ابقى ظالم وانادي قبيلتي، ادام قبيلتي كبيرة او من ايه يستقر الظلم عندي، ما ينفعش، دي دعوة الجاهلية. انتوا هتروحوا دعوة جاهلية تاني، شوية قبائل متنافرين، جبنا لكم شرع شريف ووحي عظيم وقرآن كريم ونبي مكرم يعيش في وسطكم، وفي الاخر تقول لي يا للمهاجرين والتاني يا للأنصار، تقعدوا تضربوا بعض، هي دي بقى دعوة الجاهلية، فاهم؟ لما واحد ينادي قرايبه ويجيب عزوته والتاني يجيب عزوته وقرايبه وتبتدي العائلات تتشابك، هي دي دعوة الجاهلية، زي اللي بيحصل في الصعيد الوقت، تلاقي قبيلة فلان قايمة على قبيلة فلان، الله، هو دي دعوة الجاهلية اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر عنها، فاهم؟ يعني إذا تركنا التناصر والتناصح على قوانين الشرع الشريف واكتفينا فقط بالمعارف والقبائل والأنساب، رجعنا لدعوة الجاهلية، فهمت بقى المسألة؟ اللي احنا بنقول عليه دلوقتي ايه، سيادة القانون، إن الناس كلها تبقى سواسية أمام القانون، هو ده الاسلام اللي قرأ كده، تبقى قدام القانون ما فيش ابن وزير وابن غفير، كله زي بعض، المفروض كده، لكن المفروض حاجه والواقع حاجه تانية. في الواقع تيجي تلاقي في التطبيق نقع في ارضه ايه، في المعارف والرشاوي والمحاباه، ودي كلها امور جاهليه، نسال الله السلامه منه. فقال ما هذا، دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. كسع أحدهما الآخر يعني كسعه، يعني ضربه إما بيدي أو رجلي على مؤخرته، أدي معنى كسعه، يعني اداله بالشلوت على مؤخرته أو اداله إيه بإيده كده على المؤخر، يبقى كسعه، فهمت إزاي؟ يبقى ضرب دبوره بيده أو قدمه. إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهاه
مش علشان قريبي او انا ايه اضرب معاه وهو ظالم، ما ينفعش. هو انا اكف عن الظلم، ان كان ظالما فلينهه فانه له نصر. ليه نصر حقيقي؟ لانك تمنعه من الاثم يوم القيامه، يبقى هو ده النصح. لانه خد بالك لعنه الله على الظالمين، فانت لما تكف عن الظلم منعته من اللعنه، فهمت؟ يبقى انت نصرته حقيقي ونصحته حقيقه. وان كان مظلوما فلينصره، ينصره يعني يرد له مظلمته. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واحمد بن عبده الضبي وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي شيبه، قال ابن عبده اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما باله، فقال رسول ما بال دعوى الجاهلية، قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة، يعني خبيثة قذرة. منتنة يعني خبيثة وقذرة. شوف الإنسان يكره الحاجة النتنة، فعليك أن تكره كل الجاهلية ككراهيتك للشيء المنتن خبيث الرائحة. دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي، سمع الحكاية، واحد مهاجري ضرب أنصاري، وعبد الله بن أبي كان زعيم الأنصار، فقال قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بيعتبر أن المهاجرين هم الأذلاء وهم أصحاب البلد الأعزاء. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف النبي كان يرتكب أخف الضررين، كان عارف أنه منافق وكافر ومجرم وكل حاجة، عارف كل حاجة النبي وربنا أعلمه. اصل عدد المنافقين اللي كانوا على نمط عبد الله بن ابي 16، اقصى عدد ليهم 18، عدد بسيط في وسط الصحابه، لكن قدام الناس خارج المدينه دول صحابه النبي، لانهم بيصلوا معاه، بيخرجوا الغزوات معاه. فلو النبي قتلهم، العرب اللي ما اسلمتش تخاف من النبي، تقول لك لا ده بيقتل اصحابه يضمننا، ما يمكن نسلم وفي الاخر يقتلنا زي ما قتل فلان وفلان وفلان، ما كانوا بيصلوا معاه وكانوا بيسافروا معاه وقتلهم. فالنبي خاف ان يصد الناس عن الاسلام بفعل هذا الامر، فهمت ازاي؟ عشان كده قال له ايه؟ دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. لان اصحابه في الظاهر، فهمت ازاي؟ هما في الظاهر، في الحقيقه مش من الصحابه، دول منافقين، لكن في ظاهر الناس، الناس بتحكم بالظاهر. وعن ابي قال حدثنا اسحاق، يعني ممكن ترك الحد من اجل تاليف القلوب للاسلام اولى من اقامه الحد اللي ينفر الناس. لان حد المنافقين دول كان القتل، مش كده حدهم كده؟ ربنا ترك ايه؟ الحد علشان يحبب الناس في الاسلام، بخلاف الدواعش. فهمت ازاي؟ الدواعش ما عندهمش هذه الحكمه، فهمت؟ عايز يقيم الحد ولو في ظاهره كده عجيب وخلاص، المهم المظهر، ولو الناس انتقدت هذا الفعل، ولو الناس كفرت، حتى ان من بعض اتباعهم بيرتدوا الى هذه الدرجه. لكن النبي كان يهتم انك تدخل الناس في الاسلام اولى من ان انا اقيم حد يعمل لغط واختلاف بين الناس. يعني اذا كان اقامه الحد هيؤدي الى لغط وفتنه ومجادله وجدال يصد الناس عن الدين، اجل يا سيدي الحد شويه، اجله شويه لحد ما الناس تدخل في الاسلام ويستقر الايمان في قلوبهم. احنا مش بننكر الحد لكن نؤجله فقط، فهمت ازاي؟ لا ننكره، خصوصا ان هم هيموتوا هيموتوا، النبي قتلهم او ما قتلهمش لكل اجل انكتال، فهم هينتهوا هينتهوا، فهمت بقى ازاي؟ ادي حكمه ايه؟ حكمه الانبياء، حكمه الشرع الشريف. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا، وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القودة يعني القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته عمرو قال سمعت جابرا. طبعا هذا الرواية الأخيرة فيها اختصار طبعا، على أساس اكتفى بأنه إيه ذكر، لأن دعوها فإنها منتنة مش القود، مش بيتكلم على القود، دعوها فإنها منتنة إن كل واحد يستقوي بعائلتي وقبيلتي على الآخر ولا يتحكمان إلى الشرع. تحكمنا إلى الشرع تبقى دي مش جاهلية، تحكمنا إلى القبيلة والعزوة والمعارف والقوة تبقى هي دي الجاهلية. فهمت بقى؟ يبقى فسأله القود فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فإنها منتنة تعود على دعوة الجاهلية وليس سؤال القود. فهمت بقى إزاي؟ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حا قال وحدثنا محمد بن العلاء وأبو كريب قال حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وده تشبيه بليغ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البنيان ايه؟ يقول لك البنيان المرصوص. البنيان البنيان بتبقى ايه؟ الطوب متزرر كده ببعض، متزرر، عارفين البنايين عارفين، يعني ما ينفعش تحط الطوبه كده وتخلي ايه الطوب قدام بعض كده صف واحد، لو عملت جدار بالطريقه دي لو زقته كده يقع، لكن لازم ايه تحط نص الطوبه دي فوق النص الثانيه علشان يبقى ايه متداخلين يعني متشابكين بحيث يبقى قوي، بحيث لو زقيت من كده يتقوى من هنا. يسموها ايه؟ عاشق ومعشوق او مزرر، البنايين عارفينها، هو ده البنيان. فكذلك المسلمون في تداخلهم وتعاطفهم مع بعضهم البعض فيهم تداخل قوي جدا بحيث لا يستطيع احد ان يهدم بنيانهم من شدة تداخلهم ومحبتهم وتعاونهم وتعاطفهم. فده تشبيه بليغ للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى دي تشبيه تاني، شبههم بالبنيان يشد بعضه بعض، وفي روايات ايه وشبك بين اصابعه عشان يبين البنيان كمان، في روايات غير مسلم ان النبي لما قال تشبيه البنيان شبك بين اصابعه عشان يبين لك ان ايه بنيان متين يعني. وتشبيه تاني اللي هو التشبيه بتاع الجسد، الجسد لا شك انه ايه وحده واحده، بحيث لو الواحد يعني صباع قدمه الاصغر في قدمه يوجعه يجد صداع في راسه، كل جسد يبقى متألم، كل جسد. أو المسلمين كده المفروض يشعروا بشعور بعضهم البعض لأنهم نفس واحدة، وإن لم يستطيعوا بنفس واحدة فليكونوا إخوة متحابين. أين نحن بقى من هذه الأحاديث الآن في العصر المعاصر عشان تعرف قد إيه إحنا بعدنا عن مراد النبي منا. وعن أبي قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد. شفت عايز يخلينا كلنا جسم واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والجسم فيه أجزاء عورات وفيه أجزاء زينة، فإذا كان المسلمين جسم فأهل الكبائر والمعاصي والبدع هم عوراتهم نسترهم. فهمت إزاي؟ وأهل الوجاهة والعبادة والصلاح هم الوجهاء وأهل الزينة يظهروا. فهمت بقى المسألة؟
فكل جسم فيه عورة تستر، عشان كده هيجي لك حديث من ستر مسلما، لأن الجسد فيه أشياء قبيحة الإنسان يحب يسترها، فهي جسم واحد حتى يشمل إيه فاعلي المعاصي والكبائر من الأمة، ويشمل أيضا الأولياء والصالحين والوجهاء من هذه الأمة، فيشمل الكل. فهمت بقى؟ فده برضه تشبيه بليغ، بحيث أنه لم يترك أحد من الأمة خارج عن المسألة، بل أدخل حتى عورات الأمة في هذا الجسد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: فأنت بقى عايز تبقى عورة من عورات الأمة تستر، ولا عايز تبقى من وجهاء الأمة؟ فكر كده واختار لنفسك، عايز تبقى القبل والدبر يعني، ولا الخارج منهما، ولا عايز تبقى الوجه والعين والأذن، فهمت ازاي، والشعر والزينة اللي تتزين بها الأمة. فاختار لك ما تراه مناسب. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب النهي عن السباب. طالما احنا بقى نفس واحدة او اخوة، تسب اخوك ولا تسب نفسك؟ فهمت؟ يبقى باب اولى بقى ما تسبش. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. يعني ايه؟ يعني لو واحد سب انسان، فالانسان الثاني ده رد عليه بقدر ما سبه، يبقى السبه دي محتها السبه الثانيه، الرد الثاني لا شيء عليهما من حيث السباب، ويبقى البادي هو اللي ظهر. فهمت ازاي؟ كأن ردتك السبة تمحو أثر السبة اللي جات على نفسك، لأن أنت زي ما أذاك بالسباب أذيته بالرد عليه، ويبقى الظلم من مين؟ من البادي بقى، والبادي أظلم. فهمت بقى المعنى الحديث؟ يعني معناه أنك أنت لو سبك سبة فسببته سبتان، بقيت أنت كمان ظالم، بقيت أنتوا الاثنين ظلم. يعني لو سبك رد عليه قد ما قال لك بالظبط، قد بالظبط، ما تزودش كلمه. يعني مثلا قال واحد قال للانسان يا كلب، فقال وانت كذلك، كتر كده، شفت كتر، لانه قال له كلمه واحده والتاني رد عليه بكلمتين. فهمت ازاي؟ لكن ممكن يقول له وانا اخوك، بس رد عليه وخلاص. الكلب اخو مين؟ ما هو اخوه كلب زي. فهمت ازاي؟ فما يقول له انت كلب، يقول له انا اخوك، بس اتحلت المشكله، ويبقى الباني هو الاصل. فهمت؟ فين؟ حدثنا محمد بن عبد الله؟ الحديث اللي هو قبل الأخير في الباب السابق؟ طب نقراه. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. يبقى المستبان في الحديث اللي فات، خد بالك، لان الحديث ده اصله ايه؟ موجز، فكتير من الناس تقراه ما تفهموش. نقرا تاني عشان تفهموا تاني. المستبان ما قال، يعني عليهما ما قال، قال ده وده قال ده، لو قالوا كلام متساوي يبقى خلاص ما حدش ايه اكتر من التاني، لكن يبقى يبقى الظلم على البادي. فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم في الرد، ما لم يعتدي المظلوم يعني في الرد،
يعني ما اما يجي يرد ما يردش باعتداء، يعني لا يرد باكثر مما قال. فهمت؟ والاولى ايه؟ والاولى ايه؟ العفو. مش كده برضو؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشورى ايه؟ فمن عفا واصلح. لا قبلها. لا يا سيدي، في سورة الشورى. انما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق. انما السبيل على الذين، السبيل يعني العقاب او العقوب. انما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق. ولمن ظلم من بعد ظلمه، هي دي بقى، ولمن ظلم من بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. هي الايه دي اللي انا عايزها. لمن ظلم بمثل ما ظلم ما عليهم من سبيل، يبقى خلاص دي تقابل دي. فهمت؟ لانه لم يعتدي. ولمن انتصر، الايه بتقول ايه؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. يعني ولمن انتصر لنفسه بعدما وقع الظلم عليه فاولئك ما عليهم من سبيل. وفي اخر الايه بعد كده بيقول ايه؟ ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. يبقى الاولى الصبر وان تغفر وما تردش كمان، ده الاولى. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. يبقى الرخصه انك ترد، والعزيمه انك ما تردش وتصبر. شفت بقى؟ يبقى علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ما لم يعتدي المظلوم. ما لم يعتدي المظلوم يعني يرد بايه؟ رد اقوى من الايه؟ قال له يا كلب، قال له انت ابن 60 مش عارف. ده هو قال لك كلب واحد، خليهم انت 60، تبقى انت اعتديت، المظلوم هنا بقى معتدي. شفت بقى ازاي؟ زي ما بتحصل في الاسواق، تسمع الكلام ده طول النهار في الاسواق. حرام، كل ده حرام، ناخد بالنا منه. باب استحباب العفو والتواضع. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. لان لما تيجي تقول للواحد يا اخي اعفو يا اخي، يقول لك ما هو هيطمع فيا بقى، وكل ما يشوفني بقى يتجرأ علي. يقوم ربنا سبحانه الرسول يقول لك اهو، ان ما انسان عفا الا وربنا زاده عز ويجعل هيبتك في قلبه، بعكس ما انت متوقع. انت متوقع انك لو عفيت عنه هيستهتر بيك بقى ويعملها الناس تقول كده، في حين ان العكس بقى، ربنا سبحانه وتعالى هيوضع ايه؟ هيبتك في قلبه فيهابك بعد كده. شفت بقى؟ عشان كده النبي يقول ايه؟ وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، على خلاف ما تتوقع. كل دي على خلاف ما تتوقع. خد بالك انك انت لما بتيجي تنفق المال تتصدق بيه، في الظاهر كده ايه؟ المال ناقص. فبيقول لك لا، النبي يقول لك ما نقصت صدقه من مال، يعني على خلاف ما انت بتشوف، وكذلك على خلاف ما تتوقع. لو عفوت عن اخيك مش هيتجرأ عليك، ربنا هيعزك. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وكلما تتواضع للمسلمين وتخفض جناحك ليهم، كلما ربنا يرفعك عندهم في عينهم ويرفعك عندهم في الاخر. شوف قد ايه؟ ثلاث حاجات ظاهرها مخالف لحقيقتها. ثلاث حاجات. النفقه من المال للصدقه ظاهرها ينقص المال، لكن الحقيقه ان المال ما ينقص، لا تنقصه ابدا الصدقه. والحاجه الثانيه انك انت عفوك عن من ظلمك ظاهره انه هيتجرأ عليك فيتمارى في ظلمه، في حين العكس ربنا هيزيدك عز وهيبه ويخاف منك. ومش كده وبس، وانت تقول انا لما اتواضع للناس كده الناس تتجرأ علي. لا، ده بالعكس، ده كلما تواضعت كلما رفعك الله في عين الناس وفي ايه؟ وفي الاخره. شوف قد ايه؟ ثلاث حاجات على خلاف اعتقاد الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصحح عقائد الناس وتصوراتها في التعاملات.
قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. شفت أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره سيدنا جبريل بين أن يكون عبدا نبيا، قال إن الله يخيرك أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، تختار إيه؟ وأشار إليه بقى سيدنا جبريل من حبه للنبي عايز يعني إيه يساعده يعني في الإجابة، لكن النبي ما هو مجاوب من غير حاجة، يعني إيه أشار إليه سيدنا جبريل يعني تواضع يعني أن تواضع، فقال عبدا نبيا فصار نبيا للأنبياء. شوف بقى لما تواضع عبد نبي خلاه نبي الأنبياء، خلاه رسول الرسل، خلاه أول شافع أول مشفع، مفتاح الجنة بيده. فكلما تواضعت رفعك الله، اعرف دي كويس. باب تحريم الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه. الغيبة وهي من الكبائر وتكون أكبر إن كان متعلقة بالعلماء وأهل القرآن والصالحين، وأكبر إن كانت متعلقة بالموتى لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فالكبيرة الغيبة دي يعني تتفاوت، هي كلها كبيرة بس الكبيرة أيضا تتفاوت، في كبيرة وفي أكبر. فغيبة المسلم مطلقا كده كبيرة من الكبائر. لو كان هذا المسلم بقى من أهل القرآن أو من أهل الصلاح تبقى كبيرة أشد، ولو كان ميت تبقى كبيرة أشد. شفت بقى؟ علشان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا ما حسن موتاكم، اذكروا ما تذكروش معايبهم وكفوا عن مساويهم. النبي يقول كده في الحديث، اذكروا ما حسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، لانك لو ذكرت مساويهم وهي فيهم وقد ماتوا اغتبتهم، واذا اغتبتهم لا يستطيعوا ان يدافعوا عن انفسهم، فمين اللي هيدافع عنهم؟ ربنا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فانت لا تستطيع انك انت يعني تقف في جبهه وربنا في جبهه ضدك، ما تستطيعش، يبقى انت كده اوردت نفسك المهالك. فاياك اياك ان تذكر العلماء السابقين والمسلمين السابقين بسوء، مالكش دعوه. اذا ناقشت ناقش الفكر ولا تناقش المفكر، الفكر بس، من قال كذا فايه فقد جاوز الصواب، والاولى ان كان يقول كذا وكذا، انما ما تقولش ايه قال المبتدع الضال المضل. ليه كده؟ تملي يقول لك مقدمه شتيمه الاول سطر قبل ما اقوله قال ايه. طب ليه الغل؟ قول قال ايه ورد اللي انت عايزه براحتك، مفيش مشكله، لكن ما تشتمش حد. يبقى الغيبه حرام، اجازها الشارع في احوال، في احوال يجوز فيها الغيبه. قال لك عند ايه؟ عند المستفتي، لما تروح للمفتي تساله، زي ما راحت ستنا هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايه وقالت له ابو سفيان رجل شحيح افاخذ من ماله لانفقه على عياله؟ قال خذي بالمعروف. فقالت له شحيح، النبي ما قالهاش ليه تغتبي، سكت. يبقى عند الاستفتاء وعند القضاء برضه، واحد سرقك يا اخي فتروح للقاضي تقول فلان حرامي سرقني، يجوز عند التقاضي. يبقى عند الاستفتاء وعند التقاضي يجوز الغيب، وعند كذلك النصيحة عند النصح، يعني طالب علم بيروح يدرس عند شيخ مثلا والشيخ ده وهابي مبتدع، فممكن تقول له لا ما تاخدش منه التوهب اللي عنده، خد منه بس قراءة القرآن طريقة مخارج الحروف، لكن إياك أن تتأثر بمذهب الوهابي. هنا من ايه؟ من باب النصح. يبقى يجوز عند النصح، ويجوز عند التعريف. فلان تقول له فلان القصير شويه ده، او الطويل ده شويه، او التخين شويه، ما جراش حاجه اذا كان المقصد التعريف وليس الانتقاص. علشان كده علماء الحديث قال لك الاعمش الاعرج على سبيل التعريف لا يقصد له الانتقاص، مش كده برضه؟ واجازه العلماء عند تجريح الرواه مراعاة للشرح الشرع الشريف، فتقول فلان ضعيف الحفظ، فلان كان يكذب، فلا نأخذ حديثه من أجل المحافظة على الشرع الشريف ارتكاب أخف الضررين، فالجرح والتعديل كله علم غيبة، مش كده برضه؟
لكنه اجازه العلماء من اجل صيانه ايه الخبر الشرعي وهو الحديث النبوي لانه وحي. فاهم؟ يبقى وكذلك عند ايه عند المجاهره بالفسق، المجاهر بالفسق لا غيبه له فيما جهر فيه. يعني افرض الواحد بيزني في السر ويشرب خمره في الجهر، فلو قلت من ورا الناس ده بيشرب خمره تبقى ما اغتبتوش لان هو كده كده مجاهر فيها، لكن لو قلت لهم ده بيزني وهو بيزني في السر تبقى اغتبته. شفت قد ايه؟ يبقى المجاهر بفسق لك ان تذكره بفسقه المجاهر فيه ولا تذكره بفسقه المسر فيه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى عند التعريف وعند التقاضي وعند الاستفتاء وعند التحذير وعند النصح كل دي يجوز فيها ايه الغيبة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان انك انت تفتري عليه الكذب. يبقى البهتان فيه حرام، فيه كبيرتان: الكذب وإزاء المسلم، فيه كبيرتان. لكن الغيبة فيها كبيرة واحدة وهو إزاء المسلم. فهمت بقى؟ فالبهتان أشد. من ضمن الغيبة المشهورة في عصرنا الحديث تمثيل العلماء السابقين والناس الذين ماتوا، يعملها تمثيلية قصة حياته، فيبتدي يقلده ويمثله ويتكلم على لسانه وهو ما قالش الكلام ده. فهمت ازاي؟ يبقى نايم في قبره زعلان من اللي بيمثله لانه يقول له: يا كذاب، بقى انا قلت كده. يعني هل انت حضرت حواره في كل حاجة وهو قاعد مع امه وقاعد مع زوجته؟ بسبب الدراما بقى والتمثيلية والحبكة لازم يعملك حوارات عشان يوم يختلق لك مواقف ويركب عليها حوارات قد لم تحدث هذه المواقف ولم يكن هذا الحوار بهذه الصورة ولا بهذا الترتيب، يبقى كله كذب في كذب. وبعدين يلبس عمامة إنسان مات ويتلحي بحل لحية إنسان مات ويعمل مكياج يغير صورته على إنسان مات، يبقى اللي ميت ده يبقى مبسوط؟ ده هيقول له: يا مجرم، طب ما تجيلي في الآخر، بس أنا مستنيك في الآخر هاخد حقي منك. فهمت بقى ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحكمه فيه، خد بالك هيحكمه فيه. علشان كده تمثيل الشخصيات التي ماتت حرام لانه من نوع من الغيبه، غير ان هو كمان افتراء عليهم، قد تكون الاحداث لم تتم بهذا الترتيب وقد يكون الحوار لم يكن بهذا الترتيب، مش كده برضه؟ لا، ده يطلعوا ايه؟ يطلعوا ان هو بيتكلم وعمل كذا وكذا، وكلها مواقف مختلقه من ذهن الكاتب، وكانه يعيشك دنيا غير الدنيا التي عاشها هذا الانسان. حتى لو اخذت، لان اسرته هي لا تملك هذا الحق منه، يمكن هي توافق وهو ما يوافقهاش، يقول لهم كده: يا اولاد الذين، بعد ما اموت تنتهكوا حرمتي. يزعل من ولاده، هو نفسه يزعل من ولاده. حتى لو هو وافق وكان حيا لا يجوز. ليه؟ لان هذا حق الله بقى، لان غيبة المسلم مرتبطة بحقين: حق الله لانه امر بستر خلقه، وحق المخلوق الا يؤذى، فان تنازل المخلوق لا يتنازل الله عن حق. فهمت بقى المسألة؟ لانه ما زالت له كرامة عند الله لان ربنا كرمه، فلو تنازل الانسان عن كرامته ربنا لا يتنازل عن كرامة الانسان. يعني لو واحد قال لك: ائذيني، انا موافي يا سيدي، انت ائذيني، انا مستعد كده، يلا تعالى ائذيني، تقوم انت تجيب تقعد تضرب كده، يبقى كده طالما موافق يبقى انت لا اثم لك عند الله؟ لا، في اثم عند الله حتى ولو وافق. يعني اما يجي لي انا جراح واحد يقول لي: والله انا اصبعي ده مش عاجبني يا دكتور، ممكن تقطعه لي؟ هو اصبعه سليم وبيتحرك حلو جدا،
لكن هو عنده مرض نفسي، خلل ما في ذهنه، قال لك اصل صباعي ده نحس من يوم ما اتولدت، هو كل ما ادخل وظيفه اترفد، فانا حاسس ان صباعي هو النحس. اقطعوا لي يا دكتور ارجوك، واللي انت عايزه اديه لك. والدكتور وافق، الدكتور يأسم حتى ولو المريض موافق، يأسم شرعا ويأسم طبا ويعاقب قانونا. تصدق بقى كل ده، يبقى موافقته لا تدل على زوال الاسم، المقصد كده الموافقة لا تدل على زوال الاسم. فهمت المسألة؟ ونقف على باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم